السلام عليكم، صباح الخير والرباح. اليوم ان شاء الله غادي نديكم معنا واحد الخرجه زوينه البحر تاع بوزنيقه، شاطئ بوزنيقه اللي معروف بالشاطئ ديالو تكون نقي وزوين والرمل ديالو تكون زوينه، هما اللي هضرين فيه صراحه كل شيء فيه زوين. نخليكم معنا، احنا غادي ان شاء الله في الطريق وتشوفوا تكتشفوا معنا المناطق ديال بوزنيقه والشاطئ ديالو. الحمد لله هنايا وصلنا للبلاصه اللي كاينه هنا. بالنسبه للثمن صراحه مناسب للفيلات والابارتمانات، صراحه اثمنه جد مناسبه وبلاصه زوينه يعني حدا البحر والهواء ديالو نقي. حنا هنا وصلنا في العشيه غنرتاحوا ان شاء الله، و غادي ان شاء الله نفيق مع الصباح نوريكم الجو كي دايروا المناظر كبيرين. خليكم معنا. كما كتشوفوا الصباح تقول جاك كيداير الهواء نقي، واحد الهواء زوين ما شاء الله، المناظر زوينه كما كتشوفوا. البحر شتو راه قريب للبلاصه اللي حنا كاينين. انا الصراحه كنت غنصور لكم البلاصه فين الشاطئ كيتعوموا الناس، ولكن عارفين خصوصيه تاع الناس بغيت نصور جبتكم هذه البلاصه. هنا كاين الصخر والبحر، شوفوا البحر ديالو نقي وزوين، الصخر ديالو هو زوين وفيه فيه واحد الهواء الصراحه كيرتاح الواحد. كيف ما كتشوفوا السياده كتصيدو هنايا الحوت، والناس هنا ضريفين والاجواء صراحه زوينه. كنصحكم تجيو بوزنيقه يعني تبارك الله كل شيء فيها زوين. خليكم مع المناظر ومع هذا الجو الزوين ديال هذا البحر.
مرحبا، سالينا العمال في البحر، جينا للدار كيف ما كتشوفوا هنا مجموعين. الله يخلينا ان شاء الله ديما مجموعين وكاع العائلات. هنا درنا الشوا كيف ما كتشوفوا، الصراحه داز داكشي زوين. ومن بعد عاوتاني رجعنا خرجنا للبحر، الصراحه الواحد ما كيسخاش بحال ديال بوزنيقة، نقي وزوين بزاف. نخليكم مع هذا الجو هذا. سبحان الله العظيم، في العشية البحر يعني كله كيرجع، يعني كاع تسخر كله كتغطى، يعني تقولوا ما كيبقاش سبحان الله. ومع عاوتاني كيمشي البحر وكيخرج هذا التسخر هذا، سبحان الخالق. زعما الجو زوين بزاف، انا حاولت نشارك معكم يعني الصباح كيف يكون وفي الغروب كذلك. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، وكنشكركم دائما على التعاليق الزوينه ديالكم، وشكرا على اللي لايك وعلى التعاليق وكنتمنى دائما تكون عند حسن الظن ديالكم. خليكم معكم على الفيديو، وشكرا على المشاهده.